صباح الخير استاذ. صباح الخير. صباح الخير. كيف حالك؟ الله يسلمك. ممكن تعرف لنا شو هو مشروع تطوير المدرسه ومديريه التربيه؟ يعني اول مره بنسمعك نسمع هيك مشروع. يعني بداية قبل ما أدخل حقيقة إلى برنامج تطوير المدرسة والمديرية، خليني أبدأ من العمق التاريخي قبل البرنامج. حقيقة في عام 2003 قامت وزارة التربية والتعليم ببرنامج ومشروع طموح لتطوير التعليم بالأردن. كان هذا المشروع هو مشروع التوجه نحو اقتصاد المعرفة أو ما عرف برفكي. ورفكي يعني هي اختصار لكلمة إنجليزية Educational Reform for Technology Economy. هذا المشروع حقيقة كان مشروع طموح وتضمن مجموعة من الفعاليات. كان من أبرز الدروس المستفادة من هذا المشروع هو ضرورة التركيز على المدرسة، واعتبار أن المدرسة هي حاضنة التطوير ونقل عمليات اتخاذ القرار، بدل من أن تكون في مركز الوزارة أن تنقل إلى المدرسة لتصبح المدرسة هي حاضنة التطوير والتغيير التربوي في المستقبل. بناء على هذه الدروس المستفادة قامت وزارة التربية والتعليم بأخذ كل البرامج التطويرية المنفذة سابقا على مستوى المدرسة ومديريات التربية والتعليم وصهرها في برنامج جديد هو برنامج تطوير المدرسة والمدري. بدأ هذا العام مع المرحلة الثانية من المشروع وزارة التربية الطموح، وهو مشروع إرفكي للمرحلة الثانية. يهدف البرنامج إلى التعامل مباشرة مع المدرسة، واعتبار المدرسة هي حاضنة التطوير والتغيير التربوي، وبالتالي بدل من أن تتدفق المعلومات والتعليمات والقرارات من الوزارة باتجاه المدرسة، أصبحت العملية عكسية الآن، تتدفق من الأسفل من المدرسة إلى وزارة التربية. كيف اخترتوا المدارس؟ حقيقة البرنامج بدأ تقريبا بأول ستة مديريات. تم اختيار مديريات التربية والتعليم على ثلاث أصناف. الصنف الأول هو المناطق النائية مثل بعض مديريات المفرق البادية الشمالية الشرقية، وأيضا بعض المناطق الريفية مثل قصبة المفرق، وبعض المناطق خلينا نقول القريبة من المدينة أو المدن الأساسية مثل عمان الرابع. وذلك لأن لا يمكن تعميم الدروس والتغذية الراجعة المستفادة من كل هذه المناطق على بعض البعض، وكل منطقة تتميز بميزات خاصة فيها. وين بلشتوا تلمسوا نتيجة هذا المشروع؟ حقيقة يعني كل المديريات اللي بتطبق فيها البرنامج الآن بنلمس فيه تغيير، ولكن التغيير يختلف من مدرسة إلى مدرسة ومن منطقة إلى منطقة. إذا بناخذ من الناحية العلمية، حقيقة بناء على البيانات التي جمعت نرى بأن المدارس ذات متوسطة الأداء هي أكثر استفادة من المدارس متدنية الأداء أو المدارس عالية الأداء. ولكن بشكل عام في كل مديرية نستطيع أن المس أن هناك تغيير، إن كان في بعض المدارس تغييرا بسيطا، ولكن في مدارس أخرى هناك تغيير كبير. يعني في مدارس في المناطق الأقل حظا تفتقر إلى أدنى يعني شروط الدراسة، من كراسي لألواح لحتى غرف صفية، يعني بتلاقي فيها يعني حتى في بعضها أدت لوفاة طلاب. صحيح. يعني هذه القضية الآن في برنامج تطوير المدرسة، هو قبل أن يقدم خدمات مباشرة خلينا نقول على شكل مقاعد، وكان المفروض أصلا أن تبدأ المدرسة بتحديد احتياجات. كيف ما هي الاحتياجات التي توفر للمدرسة أو تساعد المدرسة على توفير بيئة آمنة للطلبة، وما هي البيئة المناسبة التي تساعد الطلبة على الابتكار؟ يشارك حقيقة كل من المجتمع المحلي والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور في تحديد الاحتياجات لهذه المدرسة. عندما تحدد الاحتياجات وترسل إلى وزارة التربية والتعليم وإلى مديرية التربية والتعليم، نلاحظ هنا أن وزارة التربية تبني قراراتها وتقدم خدماتها للمدارس بناء على بيانات قادمة من المدرسة، فالمدرسة هي التي تحدد ما هي الاحتياجات. يعني على سبيل المثال، احنا في خلال الفترة الماضية في 16 مديرية تقريبا، من أهم نقاط الضعف المشتركة بين المدارس توفير بيئة آمنة تساعد الطلبة على الإبداع والابتكار. هذا يعني بما أن هذا الجانب هو مشترك بين جميع المدارس، فهذا يعني أن المسؤولية هي ليست مسؤولية المدرسة نفسها، هناك مشكلة عامة
يجب أن يكون القرار فيها ليس قرارا على مستوى المدرسة، وإنما قد يكون على مستوى رسم السياسات، على التوجهات الاستراتيجية، بناء التشريعات والتعليمات. من هذا الباب نلاحظ أهمية أن تحدد المدرسة احتياجاتها. أستاذ زياد، يعني عملتوا دراسة أنه خصوصا نحكي دائما نحكي مدارس الأقل حظا، يعني حتى الطلاب اللي فيها هن أقل حظا كمان وأشد فقرا. بالتأكيد. فيعني قبل ما نحكي نبلش نحكي دراسات ومشاريع وهيك، مثلا أخذتوا بعين الاعتبار تغذيتهم؟ لأنه في فترة من الفترات وزارة التربية والتعليم قامت في عطاء وجبة بعدين توقفت يعني تدفئتهم. يعني هلأ احنا قاعدين جوا غرف إذا ما فيها تدفئة يعني ميتين من البرد مع وجود تدفئة، فما بالك في مدارس ما فيها يمكن صب كاز بس مدرسة كلها. يعني هذا لازم يكون من درج تحت هاي إنه كيف نطور. نعم. يعني هو توفير البيئة المناسبة لعمليات التعلم والتعليم هو جانب مهم من جوانب عمليات التعليم والتعلم، ولكن حقيقة أيضا هناك جوانب أخرى. إذا أردنا أن نقول أن نبني منظومة متكاملة من البنية التحتية للتعليم بالأردن ونطورها دفعة واحدة، حقيقة هذا الكلام غير ممكن. لماذا؟ لأن البنية التحتية هي عملية تطويرية. أنت تبني مدرسة ومنظومة تربوية في هذا المكان خلال 5 سنوات أو 10 سنوات، هذه المنظومة أو هذه البيئة بحاجة إلى تطوير وتغيير. وبالتالي لذلك مشروع إرفكي هو مقسم إلى 5 مجالات أو مكونات، منها مكون كامل عن الأبنية المدرسية. المكون الأول اللي احنا بنشتغل عليه وهو عمليات كيف تجعل من المدرسة حاضنة للتطوير، كيف تقوم المدرسة بتحديد احتياجاتها، وما هي الاستجابات التي يجب أن تقدمها وزارة التربية والتعليم والمجتمع المحلي ومديرية التربية والتعليم لمساعدة المدارس للقيام بالواجبات المنوطة بها والتي يجب أن تعمل عليها، وتوفير منها توفير بيئة للإبداع والابتكار، مساعدة المعلمين في تقديم مهارات مناسبة ذات جودة عالية للطلبة. في هناك مدة معينة زي ما بيقولوا ديدلاين لهذا المشروع أنكم تنجزوه وتشوفوا نتائجه على أرض الواقع؟ حقيقة المشروع تم على مرحلتين سابقتين للآن. المرحلة الأولى كانت بناء وتصميم البرنامج، وهو تم حقيقة بخبرات أردنية وبدعم من وكالة الإنماء الكندية، مشكورة على ذلك. قديش كانت المدة؟ كانت المدة خلال تقريبا سنة. المرحلة الثانية وهي مرحلة تجريب البرنامج، وتم في 7 مديريات، وبالتالي البرنامج الآن وضع بالصورة خلينا نقول النهائية. لا يعني ذلك النهائية أنه غير قابل للتغيير، وإنما عمليات التطوير مستمرة والبرنامج يمكن أن يعاد النظر ومراجعته وتطويره. المرحلة اللي الآن تتم هي مرحلة التطبيق الفعلي للبرنامج. فالآن شمل بالبرنامج تقريبا 16 مديرية ما مقارب 1600 مدرسة. أي محافظات؟ المديريات المشمولة التي مجموعة من المديريات تم شملها وتسليمها لوزارة التربية والتعليم اللي هي مديريات المفرق الثلاث، البادية الوسطى، جرش، الأغوار الجنوبية. المديريات اللي الآن عامل مادبة، المزار، القصر، عمان الرابعة، عين الباشا، الرمثة، يعني هي تقريبا 16 مديرية. مجموع المدارس 1600 مدرسة. في خلال العامين القادمين سيتم شمول جميع المدارس المملكة بالبرنامج. الآن شمول المدارس بالبرنامج يعني أن البرنامج بدأ، عجلة البرنامج بدأت تدور في هذه المديريات، لن تتوقف، لأنه هو البرنامج يتطور مع بتطور الزمن. وأيضا هناك فريق في وزارة التربية والتعليم يعمل على تعديل وتحسين وتطوير هذا البرنامج. وبما أنه هدف التطوير، فالتطوير عملية مستمرة، هي يعني كينونة الحياة. أكيد. لمست تجاوب من المجتمع المحلي في المحافظات اللي عم بتطبقوا فيها المشروع؟ حقيقة يعني هذا البرنامج كشف لنا كناس منفذين للبرنامج، وأعتقد أيضا لوزارة التربية ولكل العاملين، بأن هناك طاقات ضخمة جدا في المجتمع المحلي. هذه الطاقات يمكن توظيفها والاستفادة منها لخدمة العملية التربوية، ويجب أن لا تستقل سواء فئة محددة أو دائرة محددة بقيادة وتطوير العمليات التربوية. وزارة التربية والتعليم خلال المرحلة السابقة تحملت عبئا كبيرا في إدارة المنظومة التربوية الأردنية. طبعا لما بنحكي عن إدارة المنظومة بما فيها أبنية مدرسية ومعلمين، تخيل يعني عدد معلمي وزارة التربية والتعليم أو موظفيها 120 ألف موظف
يديرون تقريبا حوالي 60% من طلبة الأردن، في حين أن هناك جهات أخرى مثل القوات المسلحة وأنروا والجهات الداعمة والمدار القطاع الخاص يدير أيضا جزء آخر من العملية. الحمل حقيقة كبير، لابد من المجتمع المحلي أن يتحمل، أن يعود ليتحمل مسؤوليات. وخليني يعني أضرب مثال بسيط، يعني هل لو كنا نحن كمجتمع محلي نرسل أبنائنا للمدرسة لنعلمهم القراءة والكتابة، لما كان من الضرورة أن نبني هذا النظام المعقد التربوي؟ بكفي أن نرجع لنظام الكتاتيب، معلم وبقعد بعلمك القراءة والكتاب. فالقضية هي أعمق من القراءة والكتاب. ولو كان أردنا أن نخرج مهندسين أيضا، لما كان هناك من الضرورة أن نبني أيضا هذا النظام. ممكن نستغل المشاغل، العيادات، الطب الشعبي، وأيضا يكون عندنا مهندسين مبدعين. إذن لماذا بني هذا النظام التربوي خلينا نقول تقريبا المعقد؟ لأننا بحاجة إلى بناء منهجيات تفكير جديدة لدى الطلبة للتعامل مع مشكلات المستقبل التي لا نعرفها نحن الآن. لذلك وجدت هذا النظام التربوي الكبير. إذن بما أن المجتمع المحلي أوكل هذه المهمة إلى هذا النظام التربوي، إلى وزارة التربية والتعليم، يجب أن يتابعها، يجب أن يتابع ابنه في المدرسة. وبضرب أنا مثال بسيط، لو أودعت 1000 دينار بالبنك بتلاقي حالك كل شهرين ثلاثة بدك تروح تتأكد 1000 دينار موجودين. طيب أنت تودع فلذة كبدك إلى المدرسة، أليس بحاجة إلى متابعة؟ بالتأكيد دور المجتمع المحلي دور كبير في عمليات المتابعة للتحصيل الطلبة، في عمليات المتابعة للمدرسة وتقييم أدائها، في عمليات تقييم الدعم المادي وخدمة المدرسة ودعم المعلمين داخل المدرسة لتنفيذ مهامهم والقيام بها، بما يحقق في المستقبل إيجاد منهجيات تفكير جديدة ممتازة رائعة لدى الطلبة، تشجع لديهم الابتكار والإبداع للتعامل مع قضايا المستقبل. سيد زياد، فعليا شو راح تستفيد فعليا وبالعامية هيك نحكيها زي بقولوا بالمشابرة، شو راح يستفيد الطالب المدير والمدرسين من هذا المشروع؟ في العمليات التربوية لا يوجد فائدة مباشرة، احنا بس بدنا نسقفهم. نعم. بس تربويا. نعم. ما بدنا خصوصا نحكي الشريحة هاي اللي مهمشة من المجتمع، ما راح يستفيدوا إلا بس يتعلموا. يعني بالتأكيد، ما هو عمليات التعليم هي ليست عمليات يمكن قياسها بين ليلة وضحاها. عمليات التعليم عمليات ذات أثر طويل. فأنت تبدأ بتعليم طفل لمدة 12 سنة في وزارة على في فيما يسمى وزارة التربية والتعليم، وتنقله إلى التعليم العالي لتبني منظومة متكاملة من التفكير والشخصية، هذه للمستقبل. فلا يمكن أن تقيس أثر مباشر على العمليات التحصيلية لدى الطالب خلال 6 شهور، ولكن هناك فوائد كبيرة. من الفوائد التي حققها البرنامج على سبيل المثال، أنا يعني وأود أن أذكر بعض المديريات التربية، في بعض المديريات التربية والتعليم استطاعت أن تحقق ما مقداره 150 ألف دينار أردني دعما من المجتمع المحلي للبيئة المدرسية خلال فصل دراسي واحد أو خلال فصلين دراسية. يعني لا أدري إذا كان من الممكن أن أذكر بعض أسماء الأشخاص من المجتمع المحلي الذي تبنى مثل هذه القضايا. في شخص في البادية الوسطى الكرازنة استطاع خلال فصل أن يجمع هذا المبلغ لدعم المدارس، أيضا في مديريات أخرى. إذن ولكن هذا الدعم المادي هل هو موجه للأشخاص؟ لا، هو موجه للمؤسسة كمدرسة، وبالتالي يساعد في تحسين البيئة المدرسية، يساعد في توفير التدفئة، يساعد في تحسين البيئة بمجملها. هل هناك فائدة ملموسة؟ نعم بالتأكيد هناك فائدة ملموسة. أبسط هذه الفوائد بأن الأشخاص عندما يأتون إلى المدرسة أصبح عملهم أكثر تنظيما، واضح شو المهام اللي هو بده ينفذها وأي ساعة ممكن يخلص ويطلع وينجز عمله بكل سهولة ويسر، بدل ما أنه يكون في نوع من التقاطعات وعدم الوضوح في المهام والمسؤوليات. أصبح وجهة نظر لما بده يقدم تغذية راجعة للمسؤولين عنه سواء في مديرية التربية أو في الوزارة العملية أكثر سهولة. مشاركة مجتمع محلي ودعم واضح جدا. القرارات لم تعد تأتي إلى المدرسة نفذ لا تنفذ، لا، أصبح المدرسة شريك أساسي في اتخاذ القرارات. وتماما يعني أي شخص الآن، أنا إذا بدي أضع طالب معين وأوقف فوق رأسه أنت كيف بتكتب كيف بتعمل، لن يبدع.
ولكن عندما تجعله جزءا من اتخاذ القرار، جزءا من العملية المنظومة التربوية التي تسير في الاتجاه الصحيح، سيكون مبدعا. وعلى رأي المثل العام يعني أرسل حكيما ولا تصي، وبالتالي أنت يجب أن تفترض وأن ترفع توقعاتك من الطلاب، من المدرسة، من التربويين، على أنهم قادرين على القيام بمهامهم. موفقين إن شاء الله. الله يسلمك. السيد زياد تويسي، مدير مشروع تطوير المدرسة ومديرية التربية، شكرا لك. العفو. فاصل صغير ونرجع مع المسرح ورندا وضيوفها.